خلال استقباله وزير خارجية إيران، الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعي لوقف التصعيد وعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة. رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية. شهداء وجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة على مدرسة تأوي نازحين بمخيم جباليا شمالي غزة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، حيث ثمن الرئيس السيسي المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف المصري الداعية لعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد خوسيه مانويل ألباريز وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بالإضافة إلى سفير إسبانيا بالقاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، حيث ثمن السيد الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ومن جانبه نقل الوزير الإسباني للسيد الرئيس تحيات وتقدير رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وأشار إلى تأييد ودعم إسبانيا الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار. وقد شهد اللقاء في هذا الصدد التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الجانب الإسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. وأكد السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات،
كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، وتم الاتفاق على أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ضرورة التعامل بحذر في هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة. وخلال لقائه نظيره الإيراني عباس عرقجي، شدد عبد العاطي على أهمية تجنب استدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدي إلى حرب إقليمية واسعة ذات عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون أي دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها، مؤكدا على الضرورة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في الوصول لهذا الهدف. كما شدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل للمساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية وعلى الملكية الوطنية اللبنانية في ملف الشغور الرئاسية، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الشأن لابد أن تتم في إطار التوافق اللبناني ودون إملاءات خارجية. وللمتابعة انضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور، مصر لطالما حذرت من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، كيف ترى التحذير الأخير الذي ورد على لسان وزير الخارجية إذا التصعيد الحالي مع جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف للتهدئة؟ تحياتي لك سيدتي. في الواقع أن الجهود المصرية لمنع التصعيد في المنطقة كانت أحد تحركات مصر على كل المسارات الإنسانية والسياسية والأمنية، وتحذير مصر منذ البداية من مخاطر توسع الحرب واندلاع حرب إقليمية بالطبع سيدفع ثمنها الجميع وستؤثر سلبا على مقدرات شعوب المنطقة. وفي هذا الصدد تتحرك مصر بالتعاون مع الشركاء للعمل على نزع فتيل هذه الأزمة ومنع انجراف المنطقة إلى أتون حرب. يحاول اليمين المتطرف الإسرائيلي الحاكم الآن أن يقود المنطقة إلى الهوية من خلال إشعال الحرائق والنيران سواء في غزة أو في لبنان أو إشعال حرائق إقليميا، وبالتالي هذا التحرك المصري بيعكس مركزية أولا الدور المصري. وهذه الزيارات سواء زيارة وزير الخارجية الإسباني أو وزير الخارجية الإيراني وعشرات بالمئات الزيارات من المسؤولين من كل دول العالم على مدار أكثر من عام بتعكس محورية ودور مصر فيه كركيزة في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن مصر تمثل تيار الاعتدال والاستقرار والسلام في المنطقة في مقابل أن هناك تيار يحاول أن يقود المنطقة إلى مزيد من العنف والتصعيد لمصالح سياسية وإيديولوجية، وبالتالي هنا تكمن الخطورة. الأمر الثاني أيضا أن القضية الفلسطينية حقيقة والدعم المصري لا يغيب لحظة واحدة عن تحركات وأجندة السياسة الخارجية المصرية سواء في استقبال المسؤولين المعنيين من قادة الدول ووزراء الخارجية أو الاتصالات الهاتفية أو الزيارات الخارجية بتعكس أن مصر تمثل اهتمام الأمان للقضية الفلسطينية لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه وتخفيف المعاناة الإنسانية عنه، والتحرك المصري أيضا على المسار الإقليمي في منع اندلاع مثل هذه الحرب. ومن هنا تأتي دائما التحذيرات المصرية التي تتطلب أن يكون هناك موقف أكثر فعالية خاصة من الأطراف الفاعلة مثل أمريكا والدول الأوروبية القادرة على الضغط على الجانب الإسرائيلي لكبح هذا الاندفاع الجنوني نحو حرب إقليمية أو نحو التصعيد وانتهاك سيرة لبنان واستمرار العدوان على شعب غزة. ولذلك هنا المقاربة المصرية دائما هي المقاربة الصوابية، بمعنى أن مصر تسعى إلى معالجة المرض الأساسي وهو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة، وغياب أفق للتسوية السياسية. ومن هنا التأكيد على أهمية حل الدولتين وإقرار السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن ولعلاج هذا الصراع من جذور. دكتور، من ثوابت مصر الخارجية بجانب التهدئة أيضا الحفاظ على استقلالية الدول وسيادتها. فيما يتعلق بلبنان، مصر لمست محور هام فيما يتعلق بالشأن اللبناني، وهو ضرورة أن يقوم اللبنانيون بتقرير مصيرهم في مسألة الشغور الرئاسي. كيف يمكن اللعب على هذه النقطة لإشعال الموقف في لبنان في رأيك؟ بالطبع الدور المصري دائما ينحاز الى الدوله الوطنيه، ينحاز لمصلحه الشعوب، ينحاز لوحده وسياده الدول ودعمهم.
مؤسساتها الشرعية، وفي هذا الإطار تدعم مصر بشكل كامل بالطبع لبنان الدولة، لبنان المؤسسات، العمل على ملء الشهور سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو على مستوى رئيس الحكومة، في ظل أن الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال، وفي ظل التحديات الكبيرة التي واجهها لبنان حقيقة مع استمرار انتهاكات الإسرائيلية وللسيادة اللبنانية والأراضي اللبنانية، وأن الشعب اللبناني الآن هو يدفع الثمن حقيقة بسبب هذا الاندفاع وهذا التصعيد من جانب حكومة الحرب الإسرائيلية. وبالتالي هنا مصر تحرك بدعم الشعب اللبناني، بدعم الدولة اللبنانية، بدعم المؤسسات اللبنانية، وأيضا العمل على المستوى الدولي لحشد والدعم الدولي لمساعدة لبنان في تجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة، والعمل على وقف هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتأكيد الالتزام بالقرارات الدولية خاصة القرار 1701 للحفاظ على وحدة وسيادة لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي على أراضيه. أشكرك دكتور أحمد زيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. تختتم فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق أسبوع القاهرة للمياه الأحد الماضي، وعقدت خلاله جلسات متخصصة لبحث مشكلات المياه وسبل استغلال الموارد المتاحة في ظل المتغيرات المناخية التي تؤثر عليها بشكل كبير. كل عام وعلينا أن نوفر المياه حتى نؤمن مستقبل هؤلاء الناس. إذن الحفاظ على المياه ليس هو على حل، بل أننا سنعيد تدوير المياه وسنحلي مزيد من المياه وسنعالج مزيد من المياه، ولكن علينا أيضا أن ندخر المياه، علينا أن ننتج مزيد من المحاصيل بأقل كمية من المياه، علينا أن نحافظ على المياه من خلال الاستهلاك اليومي في المنزل. وكانت هذه هي الرسالة، ونحن نتضافر ونتعاون مع عدد كبير من المنظمات. لن يسمح لي الوقت بأن أتطرق لكل ذلك، المنظمات متحفزة بالفعل للإسهام ومقبلة على الإسهام في هذه المبادرة. أما بالنسبة للزيارات الجانبية، بعض من الضيوف الأجانب زاروا مواقع مختلفة في الدولة في البلد. الأمر لم يقتصر فقط على الجلسات والمكوث في التكييف، بل تمكنوا من الخروج وزاروا مواقع مختلفة والانتقال من موقع آخر في الدولة. أما بالنسبة للعشاء جالا دينر، وللمزيد عن فعاليات وختام أسبوع المياه ينضم إلينا على الهواء مباشرة أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أرحب بك أحمد، ودعنا في صورة ختام أسبوع القاهرة للمياه والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل نحن في هذه الجلسة الختامية، وبعد قليل تنتهي وتختتم فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في هذه الدورة الاستثنائية التي شهدت زخما كبيرا من الجلسات العلمية حول تنمية الابتكارات فيما يخص مجالات المياه. نحن نتحدث عن هذه الفعاليات التي أقيمت تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة، التي انطلقت في 13 من أكتوبر الماضي وتختتم اليوم. هناك عدد من الموضوعات الرئيسية التي يتم مناقشتها أو تم مناقشتها بالفعل خلال الأيام الماضية. أشير سريعا إلى هذه النقاط، ومن بينها حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، هذا بالإضافة إلى الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، وأيضا العمل على تكيف المياه والمناخ مع بناء مجتمعات ذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات. بعد قليل تختتم هذه الفعاليات، وأيضا بصدد انتظار إعلان التوصيات التي من المقرر أن يتم إنشاء لجان فنية لمتابعتها بالتعاون مع الدول الإفريقية والشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية في مجالات المياه للاستفادة من هذه الخبرات وهذه الأبحاث. نتحدث عن أكثر من 140 من الأبحاث والأبحاث المطولة التي عرضت خلال الجلسات العلمية، وأيضا كان هناك معرض تم فيه تبادل الخبرات ما بين كافة الدول الإفريقية والأجنبية المشاركة في هذه الفعاليات. نتابع معكم فعاليات هذا الختام والتوصيات التي سوف تصدر بعد قليل أو لحظات قليلة إليكم زملائي في الاستوديو. أشكرك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجراءات الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة.
وخلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، أشار مدبولي إلى حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي في إطار الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الصحة، مؤكدا أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية وجود تنسيق على مستوى الجهات المعنية لوضع منظومة ناجحة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق مستهدفات التنمية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين لمناقشة وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر. وأكد مدبولي أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير والمتناهي الصغر، لا سيما في ضوء وجود تجارب دولية ناجحة. من جهتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية على المستويات كافة. يواصل الشعب اللبناني إظهار القدرة على الصمود في أعقاب الضربات الإسرائيلية المكثفة في جميع أنحاء لبنان. كان رئيس بلدية النبطية في جنوب لبنان من بين 16 شخصا قتلوا عندما دمرت غارة جوية إسرائيلية مقر البلدية والسكان النازحون من الضاحية الجنوبية لبيروت عبروا عن تصميمهم الذي لا يتزعزع، مؤكدين أن عنف الاحتلال الإسرائيلي لن يكسر معنوياتهم. الوضع بشكل عام أنا شايفه أنه بيستحق الصبر وطبيعي جدا. إذا كان مفكر نتنياهو أنه القتل ترهيب وترغيب وجبر على الفعل فهو مخطئ. نحن شعب قوي، نحن شعب ثابت، ونحن شعب نؤمن بمبادئنا الإنسانية والأخلاقية واللي إلها علاقة بالحياة البشرية. سرعنا الحرب عادي، لبنان معروف 10 سنين بيتعمر و10 سنين بيتدمر. بتحكي من 82 وهكذا 10 10 10 100 بالمية. نسبة للحروب اللي عم تصير عندنا لبنان جنة على الأرض. بعض الشعب ما بيعرفوا قيمته للبنان، بس الدول الغرب والأمريكان والإسرائيلية وأي بلد إن كانت بيقولوا لك لبنان عن جد جنة. نحن مش عارفين قيمتها. أكيد الوضع مزري كتير. وما كنا متوقعين هيدا الشيء يصير هلا، اكيد متوقعينه بس مش هلا اكيد. ونحن عندنا قضيه ماشيين وراها وما حنتخلى عنها ابدا. اعلن مسؤول السياسه الخارجيه والامن بالاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل ان ما يحدث في الشرق الاوسط كارثه وأزمة إنسانية كبيرة. وأشار بوريل إلى أن الأمم المتحدة تتعرض لهجوم من إسرائيل على كل الجبهات. وأعرب بوريل عن أمله أن يندد مجلس الاتحاد الأوروبي بالهجمات الإسرائيلية على قوات يونيفيل العاملة في جنوب لبنان. دعت الولايات المتحدة إسرائيل إلى إجراء تحقيق بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية في الحرب على قطاع غزة. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التقرير بأنه مقلق إلى حد كبير، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر على الإطلاق للجيش لاستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن 11 وحدة عسكرية إسرائيلية على الأقل في 5 مدن في غزة أجبرت مدنيين فلسطينيين على القيام بمهام مثل البحث عن المتفجرات أو استكشاف أنفاق من الداخل لحماية الجنود من أي أذى. It has become a political thing, but that's always the case with this time. That doesn't matter. I'm not going to get it. What I will say is, look, we do. يمر اليوم عام على مجزرة المستشفى المعمداني بغزة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل والمصابين والنازحين إلى المستشفى في 17 أكتوبر الماضي. مجزرة كتبت شهادة وفاة الإنسانية بخرقها لكل المواثيق والأعراف.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، ولم يستقبل المعبر أي من الشاحنات على مدار اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد مع مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أمام بوابة معبر رفح المصرية نرصد استمرار تعنت قوات الاحتلال في منع دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم منعت قوات الاحتلال دخول أي نوع من أنواع المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها. بالطبع الشاحنات الإغاثية موجودة هنا من جانب بوابة معبر رفح المصرية في المركز اللوجستي أو مكان يعني تخزين هذه الشاحنات، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخولها بعد أن تتحرك من هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم. أصدرت قوات الاحتلال أوامر بمنع دخول هذه المساعدات على الإطلاق أيا كان نوع هذه المساعدات، ويستمر بالطبع نهج هذا التعنت الخاص بقوات الاحتلال حتى إذا دخلت هذه يعني المساعدات إلى الناحية الأخرى تمنع دخولها إلى شمال قطاع غزة ضمن الخطة الموضوعة من جانب قوات الاحتلال وما يطلق عليها خطة الجنرالات، وهي قصة التجويع لسكان شمال قطاع غزة واستمرار القصف المستمر على جميع قطاع غزة بشكل عام في الشمال وفي الجنوب، وتحديدا نرصد من هنا استمرار القصف المستمر على غرب رفح الفلسطينية. في جنوب رفح الفلسطينية يستمر هذا القصف، ونسمع في بعض الأحيان الاشتباكات المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، لكن هذا لا يمنع المجهودات المصرية المختلفة في تجهيز هذه المساعدات الإغاثية والشاحنات وتحريكها يوميا إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي التركي نطاق التبادل التجاري إلى أفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين. وقال أبو الغيط في كلمته خلال أعمال الدورة 15 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في اسطنبول إن المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثا وقيما مشتركة بين الطرفين. وطالب أبو الغيط بتطوير التعاون العربي التركي ليشمل مجالات البنية التحتية، ولدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كوريا الشمالية تمد روسيا بالقذائف والمعدات، مشيرا إلى أن هناك إشارات على تورط الصين أيضا في مساعدة روسيا لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا. وطلب زيلينسكي أمام اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي دول التكتل بتقديم المساعدة لإنهاء الحرب في موعد لا يتجاوز العام المقبل. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي مارك روتا أن حلفاء نيتو قدموا 20.9 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال النصف الأول من العام الحالي. وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أن الحلفاء بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع لمواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن هذا يتطلب المزيد من القوات والقدرات والاستثمار لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الخطط الدفاعية، كما شدد على أهمية القدرة الصناعية الدفاعية الموسعة وسلاسل التوريد الأكثر قوة والتقنيات الجديدة باعتبارها ضرورية لضمان بقاء التحالف مرنا في جميع المجالات. أعلنت أستراليا أنها ستسلم أوكرانيا 49 دبابة قتالية قديمة من تراس أبرامز الأمريكية. وصرح وزير الدفاع الأسترالي بات كونروي في بيان نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل أنهم يقفون إلى جانب أوكرانيا في معركتها ضد العملية العسكرية الروسية،
أن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي رحب بهذه المبادرة على شبكة إكس وأعرب عن امتنانه لأستراليا حسبما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى برلين الجمعة في زيارة تتمحور حول أوكرانيا. سيلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن هذه الزيارة التي ستستمر يوما واحدا سيتخللها أيضا لقاء ثنائيا بين بايدن وشولتز. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أجرت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 كامالا هاريس مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التي تميل للمحافظين، بينما صرحت صحيفة نيويورك تايمز أنه تحول إلى مناظرة بدلا من مقابلة نظرا لتبني محاور هاريس نقاط هجوم منافسها دونالد ترامب عليها. لن تكون استمرارا لنهج بايدن، هكذا وصفت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس ولايتها حال فوزها برئاسة الولايات المتحدة. وقالت كاميلا هاريس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ذات التوجه اليميني إنها على غرار أي زعيم جديد يتولى منصبه، ستحمل خبرتها وتجاربها المهنية وأفكارها الجديدة. كاميلا استغلت فرصة وجودها على شاشة فوكس نيوز للمرة الأولى لتهاجم منافسها العنيد الجمهوري دونالد ترامب، متهمة إياه بالتقليل من شأن الأمريكيين وضرب وحدة الصف الأمريكي. وقالت هاريس: يجب أن يكون رئيس الولايات المتحدة قادراً على مواجهة الانتقادات دون أن يهدد أصحابها بإيداعهم في السجن. أنا وأنت نعلم أنه تحدث عن تحويل الجيش الأمريكي ضد الشعب الأمريكي. لقد تحدث عن ملاحقة الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية. لقد تحدث عن حبس الناس لأنهم يختلفون معه. هل هذه هي الديمقراطية؟ ترامب رد بشكل غير مباشر من ميامي بفلوريدا بأن هاريس ستكون سيئة على البلاد، واستمر ترامب في استخدام ملف المهاجرين لجذب مزيد من الأصوات التي تخشى من فقدان وظائفها لأعداد المهاجرين المتزايدة التي تدخل الولايات المتحدة. ولا يزال الشارع الأمريكي في انتظار مفاجآت شهر أكتوبر، وهو مصطلح استخدم سياسيا منذ عام 1980 ويطلق على حدث ما قد يغير قواعد اللعبة الانتخابية. ورغم أن هذا العام شهد بالفعل الكثير من الأحداث الاستثنائية، حتى لم تتبقى مساحة لمفاجآت جديدة، إلا أن الأحداث الجارية قد يكون لها دور حاسم حال اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط. ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البلاد صنفت كوريا الجنوبية كدولة معادية. يأتي ذلك بعدما عدلت الجمعية الشعبية الدستور بما تماشى مع تعهد الزعيم كيم جونغ أون بالتخلي عن التوحيد كهدف وطني. ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن البلاد صنفت كوريا الجنوبية دولة معادية، بما يؤكد أن الجمعية الشعبية عدلت الدستور بما يتماشى مع تعهد الزعيم كيم جونغ أون بالتخلي عن التوحيد كهدف وطني. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية بأن الجيش فجر قطاعات من الطرق والسكك التي تربط البلاد بكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي كإجراء مشروع ضد دولة معادية وفقاً لما ينص عليه الدستور. ونقلت الوكالة عن متحدث لوزارة الدفاع قوله إن البلاد قد تتخذ المزيد من الإجراءات بغرض توفير تحصين دائم للحدود الجنوبية المغلقة دون أن تتطرق إلى تغييرات دستورية أخرى طلبها الزعيم كيم جونغ أون. وأمر كيم بإجراء تعديل دستوري في يناير الماضي لإلغاء الوحدة كهدف في العلاقات مع الجنوب، متهماً سول بالتواطؤ مع الولايات المتحدة سعياً لإسقاط نظامه الشيوعي وتقسيم أراضي الشمال.
أعلنت الصين عن زيادة القروض المتاحة للسوق العقارية المأزومة، وذلك بحلول نهاية السنة الحالية، فضلا عن مساعدة لترميم مليون مسكن متداعٍ. وصرح وزير الإسكان الصيني نيهونغ خلال مؤتمر صحفي أن زيادة القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء ستبلغ 4 تريليونات يوان، ما يعادل 562 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. وأضاف نيهونغ أنه سيتم أيضا ترميم مليون مسكن متداعٍ. التقى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشريف الشربيني نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة التنزاني دوتو بيتكيو. بحث اللقاء متابعة تقدم الأعمال بمشروع شد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، والذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا. وأكد وزير الإسكان خلال اللقاء أن ما تم تحقيقه في هذا المشروع يعد إنجازا كبيرا في ظل التحديات المختلفة والتعقيدات الهندسية. من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء التنزاني بالجهود المبذولة من التحالف المصري المنفذ للمشروع واهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع من أسرع المشروعات التي تم تنفيذها في أفريقيا وأكثرها جودة. التقى وزير السياحة والآثار شريف فتحي نظيره الصيني هو بينغ في إطار زيارة الوزير الموسمية الحالية للعاصمة الصينية بكين. بحث اللقاء سبل تعزيز مزيد من أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى حرص رئيسي البلدين على توطيد العلاقات الثنائية ووضع أسس لعلاقات استراتيجية طويلة المدى، لافتا إلى أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في التأكيد على التزام مصر الكامل بتعزيز أوجه التعاون المشترك. سلم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي ميدالية جائزة النيل للمبدعين العرب، والتي أعلن عنها مايو الماضي عقب تصويت المجلس الأعلى للثقافة، وهي تعد أرفع وأهم الجوائز الثقافية المصرية. يأتي ذلك ضمن زيارته الرسمية لإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد وزير الثقافة أن منح الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الجائزة هو تكريم مستحق لشخصية أثرت بشكل إيجابي كبير الثقافة العربية، ويعكس التقدير الكبير لإسهاماته القيمة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز الثقافة العربية. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار قيام المجلس الصحي المصري باعتماد البرنامج العلمي للنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وأوضح عبد الغفار أنه يمكن لجميع أعضاء الفرق الطبية من العاملين بالمنظومة الصحية الحصول على الساعات المعتمدة من خلال استكمال مراحل التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر. التقى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السفكي مدير القطاع العام بشركة مايكروسوفت بوسط وجنوب وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة من خلال منشآت الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل. استضافت جامعة الغردقة فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وأكدت نائبة محافظ البحر الأحمر مجدة حنا خلال كلمتها أن المبادرات الرئاسية تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا. نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية احتفالية كبرى بأحد حقول الأرز البسمتي بقرية بوريك الحجر مركز طنطا، وذلك بمناسبة انطلاق موسم حصاد محصول الأرز البسمتي والسوبر. في
في احتفالية كبرى نظمتها مديرية الزراعة بمحافظة الغربية داخل إحدى حقول الأرز البسمتي بقرية بوريك الحجر مركز طنطا، أعلنت مديرية الزراعة بالغربية انطلاق موسم حصاد محصول الأرز البسمتي والسوبر، وأكد الحضور على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة لخدمة المزارعين ودور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف. في إطار اهتمام طبعا الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعالي وزير الزراعة واهتمامهم وتوجهاتهم بالنهوض بالبحث العلمي ومراكز البحوث الزراعية، فيمكن النهاردة كان يوم جميل جدا بنحتفي فيه بصنف من الأصناف الجديدة وهو الرز البسمتي، طبعا اللي هو مطلوب على الموائد المصرية ومطلوب وبنستورده بعملة كبيرة، وبالتالي توفير هذا الصنف هيعمل رواج كبير جدا، هيوفر عملة صعبة للبلد. الحمد لله على أرض محافظة الغربية يمكن باكورة إنتاج هذا الصنف إن شاء الله موجود عندنا هنا. محافظة الغربية طبعا من المحافظات اللي هي بتزرع رز، عندنا ما يقرب من 116 ألف فدان من مساحات الرز مزروعين في محافظة الغربية، طبعا بيتواجهم ها التجربة اللي احنا بنعملها النهاردة، آملين إن شاء الله أن هي تنتشر وتحوز إعجاب المزارعين إن شاء الله. الحقيقة احنا بدأنا من أول سنة 2014 نطور أصناف سوبر متطورة بالتعاون مع دول زي الصين ومعهد الرز الدولي بالفلبين ودول العالم كلها، والحقيقة عشان نحقق النموذج المصري في تطوير الرز المصري السوبر لندرة المية والتغيرات المناخية، ونجحنا ان احنا نستنبط سخة سوبر 300 و301 و302 و303 اللي خدت جايزة جنيف الدولية للابتكارات على مستوى العالم، واللي حققت إنتاجية في مصر إنتاجية عالية ودخل زيادة عن 2 مليار جنيه نتيجة زيادة محصولية من نص طن لطن الفدان، وقللت استهلاك المية 30% عن الأصناف التقليدية، وأنتجت رز أبيض أعلى، محصول رز أبيض كان أعلى لأن تصافي التبيض بتاعتها كانت بتوصل ل 75%. كان هناك تأكيد أيضا على أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية في استنباط الأصناف الجديدة من الأرز قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية، ودور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثا من كافة المحاصيل. شفنا نتائج الحقيقة كانت هي كناش أبدا نحلم بيها، أنتجنا أصناف بتوفر في المية، وإحنا دايما النهاردة بنقول أي زراعة توفر في المية هنشتغل معها. إحنا بنشتغل في ظل قلة موارد مائية، ندرة المياه، تغيرات مناخية، فالوضع ده يعني محتاج شوية شغل، إحنا بنتحدى نفسنا علشان نطلع بنتيجة كويسة. طفرة زراعية تتحقق من حيث زراعة أنواع مختلفة من هذا المحصول الاستراتيجي تضاف إلى جهود أخرى مكثفة لتأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع والمحاصيل. تحول اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير يوسف وهبي أحد أبرز عمالقة الفن المصري. وخلال مسيرته الفنية الحافلة قدم وهبي الكثير من الأدوار الفنية المميزة بأسلوبه الخاص وموهبته الفريدة. عمل بجد للنهوض بفن التمثيل في سبيل الارتفاع بمستوى المجتمع، وأعطى الكثير للفن في كل مجالاته من تمثيل وتأليف وإنتاج وإخراج مسرحي وسينمائي، وقضى عمره عاشقاً للفن حتى آخر لحظات حياته. إنه الفنان الراحل يوسف وهبي. ولد يوسف عبد الله وهبي في مدينة الفيوم في 17 من يوليو من عام 1898 على شاطئ بحر يوسف، وسمي تيمناً باسمه، وبدأ هوايته بإلقاء المونولوجات وأداء التمثيل. وبهدف صقل موهبته سافر يوسف وهبي إلى إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث درس التمثيل وتتلمذ على يدي الممثل الإيطالي كيانتوني، ليعود لمصر ويعمل بمسرح حسن فايق، ثم أسس مسرح وشركة رمسيس للإنتاج السينمائي وتولى إدارة فرقة المسرح العربي عندما كان يطلق عليها اسم الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وألف العديد من المسرحيات وأخرجها، ومنها كرسي الاعتراف، أولاد الفقراء. وفي السينما كتب سيناريوهات أفلامه وأخرجها، ومن أبرز أعماله
البؤساء حبيب الروح إشاعة حب. نال الفنان الراحل يوسف وهبي وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1960 وجائزة الدولة التقديرية في عام 1970 وانتخب نقيبا للممثلين في عام 1953 كما حاز على جائزة الدولة التقديرية والدكتوراه الفخرية في عام 1975 من الرئيس الراحل أنور السادات وحاز على لقب عميد المسرح العربي. لعب يوسف وهبي الكثير من الأدوار الفنية بأسلوب خاص ومميز لم يستطع أي من الممثلين مواكبته فيها، فنبرة صوته المميزة وأداؤه المسرحي الواضح خلق له منطقة خاصة به يتذكرها الجمهور بمجرد ذكر اسمه حتى يومنا هذا. وفي مثل هذا اليوم 17 أكتوبر من عام 1982 رحل يوسف وهبي عن عالمنا تاركا خلفه إرثا فنيا لا يعوض. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. خلال استقبال وزير خارجية إيران الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعية لوقف التصعيد وعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة. رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية. شهداء وجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة على مدرسة تأوي نازحين بمخيم جبلية شمالية غزة. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.